خليني الأول أكلمكم على عمل من الأعمال اللي حضراتكم بتشوفوه، لأنه الحقيقة الأعمال كثيرة ومتنوعة، منها عمل ملف سري، وهذا العام إحنا الحقيقة بنشوف تنوع كمان في النجوم، ونجوم كتير من أجيال مختلفة، وده بيدي إثراء للدراما بشكل عام، لأنه هنا الخبرة. المشهد لما بيبقى فيه نجم كبير عنده خبرة ونجم لسه مثلا في الخطوات الأولى، فالمشهد بيبقى عالي، ده بياخد من ده والدنيا بتمشي. من نجوم اللي ليهم شعبية كبيرة في قلوب الجماهير مهما بعدت عن الشاشة، لسه حضوره جميل وطاغي، ومجرد ظهوره كان بيخطف الأنظار والأضواء بشكل كبير، وهو طبعا مش ممكن ننساه لأن هو ابن شاشة رمضان. يعني هو نجح في شاشة رمضان، عمل أعمال كتير، وكان الحقيقة بيقدم في كل عام في رمضان مسلسل، وكانت الناس الحقيقة بتنتظره. الفنان محسن محي الدين اللي بيقدم السنة دي شخصية مثيرة جدا للجدل، وطبعا هي هارون المالكي في مسلسل ملف سري. وأنا سعيدة بأنه الفنان محسن محي الدين يعود ويتألق من جديد على شاشة رمضان. خليني أمسي عليه وأقول له مساء الخير. مساء النور، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب، و مشاهدين طيبين. بجد أنا سعيدة جدا بوجودك وبالتألق، ولسه هنا بقول بأنه الخبرة ليها عامل. يعني أنت من الوجوه اللي لمعت في رمضان، أعتقد بدايتك كانت في رمضان. علي بيه مظهر أو حاجة كده؟ بالظبط. طبعا علي بيه مظهر، في حاجة غلط، في يعني بالزبط. في أعمال كتير جدا كلها كانت في رمضان. طيب كلمني بقى عن دورك ورد الفعل اللي انت لمسته من الناس. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى، انه يعني كان له اثر جميل ولطيف وسط الناس، وشافوها وحبوا الشخصيه رغم انها شريره لكن الحمد لله. الناس على فكره خد بالك، الناس بتعرف تفصل يعني ما بين الفنان وما بين الشخصيه اللي بيأديها. لو كانوا بيحبوه في الاصل بيفوق، يعني بيبقوا عارفين انها يعني الشخصيه دي، يعني ده دور الشخصيه او ده شر الشخصيه. ايوه الحمد لله. بس هو يعني انا متناول الشخصيه بشكل مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عليه. احنا دايما بنشوف شخصيه الشرير بشكل مستمر. يعني انا شفت طبعا ان اي حتى ولو واحد شرير، بس هو بني ادم بيتلون على حسب المواقف وعلى حسب الظروف، وخصوصا لو كان شخصيه، انت عارفه دايما بيقول لك صاحب المال جبان طبعا. فلما يبقى جبان يبقى بيتلون كل شويه على حسب المواقف وعلى حسب طبعا. انا عايزه اقول لك حاجه كمان، عايزه اقول لك حاجه كمان يا محسن، انه الشرير يعني الشرير هذه الايام مش عادل ادهم، بالعكس الشرير هذا الايام ناعم ولطيف فمتلون بنعومة. أشكرك. يعني زمان كان الشرير واضح. الحقيقة العمل كله كامل متكامل، يعني من محمود حجاج الكاتب للمخرج حسن البسيري، النجوم اللي كلهم موجودين، اللي كلهم بيلمعوا في هذا العمل. طبعا ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز كمنتجين طبعاً قدروا طبعاً يوصلوا العمل بالشكل الرائع. والمخرج اول سنه اخراج كمان المخرج. بالظبط. ما هو ده، وخصوصا ان هتلاقي في تفاهم ما بين المؤلف وما بين المخرج، لان هم قعدوا فتره يعدوا على الموضوع. والحقيقه كان مقار له، يعني ريمون كان له بصمه في القعده معاهم، وبيحاولوا ازاي يخرجوا ان يبقى عمل سسبنس كويس جدا، المتفرج يبقى مشدود له من اول حلقه لغايه اخر حلقه. فطبعا ده يعني طبعا احنا نسقف لهم كلهم اكيد، لان طبعا الاستاذ هاني سلامه، والاستاذه عائشه احمد، والاستاذه نضال الشافعي، وادوارد، ويعني هقول مين ولا مين ولا مين. طب انا عايزه اقول لك حاجه، اولا يعني انا سعيده انت بتقدمهم كلهم بالاساتذه، وهم يعني جيل بعديك، بس انا متاكده ان وجود محسن محي الدين وسط الكوكبه دي، انا لسه بقول خبره الاجيال، يعني انت طلعت مع اجيال قبليك، جيل بيسلم جيل. لما بنشوف احنا بقى كمشاهدين ده على الشاشه بنحس بتقل الفنان اللي عنده خبره، يعني وهو الكاميرا، الاداء، المشهد، حتى الانفعال نفسه، حتى القاء الكلام نفسه.
أشكرك أشكرك. هو طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني أنا لو قلت أنا بدأت من سنة 67، فطبعا يعني اتعاملت مع فنانين عظام، وكان ليا حظ إن أنا أتعامل مع كل النجوم بتوع العصر الذهبي، فشفت قد إيه إزاي بيحتضنوا الصغيرين وبيقفوا جنبهم وبيساعدوهم ويوقفوهم على حالهم وما بيخدوهمش وما بيتعاملوش معاهم بشكل، بالعكس كان في، عارفة الفنان حياته لما بيبقى عنده بساطة وتعامل كده مع الناس كأنه بني آدم عادي ومش جاي من كوكب آخر، أكيد. كان بيدي الثقة في النفس وكان بيخلي الواحد يبقى يبدع يعني ويتعلم منهم. أكيد. كانوا بيحتوونا وكانوا يعني بيتعاملوا معانا بشكل، بيدوا ملاحظ كده بسيطة بس من غير ما يجرحك ولا من غير ما يحسسك انك مثلا فاشلة او بتاع، او لسه في الأول. فالاول فطبعا دوت خلى الواحد يبقى عنده طبعا خبره من خلال التعامل مع النجوم الكبار، والواحد اتعلم منهم كلهم الحقيقه يعني. اكيد. يعني انا بشكرك، ويا ترى في اي مفاجات؟ يعني العمل كان مليان احداث لسه، احنا في الحلقه ال 12 النهارده اعتقد ممكن تفاجئونا. وانتوا لسه شفتوا حاجه؟ لسه يعني لسه هتعملوا فينا كتير. هيفضل الجمهور يلهس كده لغايه الاخر. ولسه وانت مستمر. ولسه انت هتقدم شر كتير يعني، واضح يعني. يمكن الله اعلم، ما بتعرفيش ايه اللي هيحصل. ربنا يهدي برضه، ما احناش عارفين. ممكن تلاقي كل الامور مختلفه وبشخصيات انت فاهماها غلط وحاجات كتيره قوي. ايوه طيب يعني. انت اديتني شويه مفاتيح كده، هنشوف الشخصيه. ما اديتيش مفاتيح، انا بس بقول لك بقى، انا بشوهك بس. اكيد. الفنان محسن محي الدين، انا بشكرك جدا، اتمنى لك التوفيق، وببقى سعيده للنجوم الحقيقه بيبقوا منورين شاشه رمضان زي ما قلنا كده بالاجيال. انت كنت بتشوف الاجيال، جيل بيسلم جيل، وهو ده الدراما الحقيقه. السنه دي هتلاقي كل مسلسل فيه اجيال كتير مختلفه.